السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدرس ديال اليوم مع الخوت غادي نكملو إن شاء الله في داكشي اللي شناه في الدرسين من قبل. يعني حنا خدامين دابا بواحد التجربة شنا فيها داكشي اللي يعني تقريبا أغلبية داكشي اللي شناه مع الميكرو كونترولر. التجربة هو أننا كنكومونديو أن موتور أ كورون كونتينو أترافيغ دو رولي à travers deux transistors BC547. Quand on dit la commande le moteur via le microcontrôleur PIC16F84, quand on voit le TGHEIN, bien sûr, on a un LCD qui est affiché comme quoi le moteur qui dort à droite ou à gauche, ou tant que le moteur tourne كيكون عندنا واحد لو كونتور خدام في ال ال سي دي ديالنا، سواء كيتزاد ولا كينقص، واحد العداد خدام سواء كيتزاد اولا كينقص داك العداد. وكنا شنا في الدرس اللي في الحصه اللي فايته كنا شنا ان زدنا واحد لوبسيون لهاد التجربه، هو ان كان ميموريزيو كنسجلوا هذاك الشيء، داك العد اللي كيبان لنا، داك الرقم ديال العداد اللي كيبان لنا في ال ال سي دي ديالنا، بحال داكشي ديال يعني قلنا بحال بوزيسيون ديال البارابول، كوم كوا انه لا بغينا مثلا نسجلنا واحد البوزيسيون العداد ديالها 15 وبغينا نديو لابيل ديالها نعيطو عليها باش تجي، كنا مثلا حنا 27 غادي تلقى تنقص 27 حتى توصل 15 وتوقف الموتور، غادي يدور في الاتجاه يعني الاتجاه المناسب وقال تنقص داك العداد. كنا شنا السيمانه الفايته او الحصه الفايته كنا شنا كيفاش نسجلو، فعلا سجلنا ودينا 10 ديال لي كاز دو ميموار، 9 ديال لي كاز دو ميموار من ان حتى النف، كنا سجلو في الان ولا في الدو ولا في التخوا ولا الكات، وقلنا على ان كنسجلو فين، كنسجلو في لي بروم او اي بوم، كنسجلو في الاو اي بوم ديال البيك ديالنا، لانه الا قطعنا عليه الضو كيخص داك الشيء يكون باقي شاد، يعني دوك لي بوزيسيون اللي سجلناهم سواء سجلنا 15 ولا 16 ولا 18 ولا 26 داكشي خصو يكون مشدود، يعني دوك الارقام خصو يكونوا مسجلين، دوك البوزيسيون ديال الموتور في ديك البلاصه خصها تكون مسجله. دونك دابا خصنا نكملوا لو بروجي ديالنا، هو اننا نعيطوا على داكشي اللي سجلناه. مثلا نعطيك مثال، دابا غادي نلونسيو لا سيمولاسيون، دابا ستوب، غادي يبدا الموتور يدور ياك توصل واحد العدد معين 23 الموتور واقف، غادي ينبك على هاد البوطونه بيان سور كيما كنا شنا، كتعطيك شحال ميم ان يعني البوزيسيون ان او لا دو او لا تخوا ولا كات شي شناه السيمانه الفايته. انت غادي نسجلو في البوزيسيون الاولى، الا بكت على هاد البوطونه اللي هي الار ا 3 كدير اوكي واحد المده صافي، دونك تسجلات هذيك البوزيسيون اللي انا فيها اللي هي 24. دابا غادي نطلع نمشي انا مثلا، بقى غادي الموطو مثلا حتى 52، دابا انا خصني نرجع ل 24 الا بغيتها خصني نرجع. شنو خصو؟ الموتور يدور والعداد يبدا ينقص، اذا هي اللي غادي نشوفوها اليوم. المنطق اللي درتو انا درتو خاص بيا، الا فهمتو كيفاش ندير وفهمتوا انطلاقا من هذا الكور، يمكن لك دير منطق خاص بك انت. نحاول نبسط مزيان كالعاده لو كود، وبيان سور غادي نكملوا على لو كود اللي كان في الدرس اللي قبل، الدرس 13، اذا هذا الدرس 14. هذا هو لو كود اللي كنا شلنا من قبل، بيان سور ما زدت عليه والو. هذا لا ديكلاراسيون ديال ال سي دي، هذا زدتهم هي بيان سور انا نحيدهم ياك. شار لي فاريابل ا بي ام ام وبيت ديال تي، هادشي شنا شناه. سميتو هادي، هاد الوايل ديال الموتور ا غوش وهاد الوايل ديال الموتور ا دغوات، و او ميم طون الموتور كيدور كنلاحظو على ان الا حطينا هي الوحدات والبي هي العشرات، وكن افيشيو الا والبي يعني كن افيشي الوحدات والعشرات. وكنا شنا هادي الاف والوايل ديال لا ميموريزاسيون، هي هادي.
كنا شفنا فيها كوم كوا انه الا دخل الا باكن عليك البطونه ديال ار ار 2 كتدخلنا واحد البروغرام ديال لا ميموريزاسيون، الا باكن على الار ار 3 اللي هي هادي كتميموريزي هاد لو سوب بروغرام ديالها كتميموريزي كوم كوا سميتو هادشي الناس الحصه الفايته ياك كدير كتبين في لافيشو اوكي وكتسنى ثانيه ثم كتخرج. كيفاش كتخرج؟ بهاد تي ايكال 0 تي ايكال 0 حنا عندنا البوكل وايل فيها وايل تي ايكال ايكال 1 دونك كان تي ايكال 0 كنخرج من هاد البوكل كنرجع هنا كنخرج كاع كنرجع هنا كتافيش عاوتاني ستوب كتولي بورت ا ايكال ايكال 0 سيادير الموطور ما كيدوم ما والو. دابا نشوفو كيفاش عاوتاني غادي ندير لابيل داكشي اللي سجلته. بعدا خصنا نشوفو المنطق، حنا كنا كنباكو على مثلا 8 بغينا نسجلوها كنباكو على هاد البطونه اللي هي الار ا 2 كنختار بوزيسيون اولا الميموار فين بغيت نسجل. الا باكت على الار ا 3 كنسجل ياك وكنخرج. دابا الا بغيت نعيط على داكشي اللي سجلته غادي نباك عاوتاني على الار ا 2. انا غنفضل يمكن لي نزيد واحد البوطون اخرى هي اللي غادي ندير هي اللي كتعيط لنا على داكشي اللي سجلناه ياك، ولكن انا غادي نفضل نستعمل نفس البوطونه هذه. هذه مايمكنش نستعملها لان هذه ديال التسجيل مايمكنش نستعملها في نفسها، نستعملها النيت ديال تعيط على داكشي اللي سجلت، ولكن غنستعمل هاد البوطونه النيت باش ندير لابيل داكور. دوك هي اللي هي الار ا 2 اش غادي ندير؟ تبع معايا مزيان والا ما فهمتوش عاودوا هاد الجزئيه حتى تفهموا. اذا سي فاسيل، انا درت هنايا بيان سور الا درتي هاد لي زونتي سلاش دو زونتي سلاش وكتبتي داكشي اللي موراك كيولي غير بحال كومونتير ما كيتخاتش، هاد اللي بالخضر ما كيتخاتش غير باش نعرف لون بلاصون فين غادي نزيد. دونك انا هنا فين غادي نزيد هادي اف ديال لا ميموريزاسيون غادي ندير اف واحد اخرى اللي غادي تكون هي اف. دونك اف قلنا غادي نستعملو نفس سميتو البات اللي كان ندخلو بها لا ميموريزاسيون كنلونسيو بها لا ميموريزاسيون هي هادي. دونك غادي نفتحو القوس هنا نبغيكم تبعو مزيان اش غادي ندير. شوف بعدا واش كاين الصوت، كاين الصوت كاين الصوت نكملو واخا. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك انا ديجا جربت باش ما يكونش كره تجالي جربت كوم كوا ان هادشي اللي غادي يتحط وسط الاف ولكن غادي نمشيو دقه دقه. دابا تبعوا معايا مزيان اش غادي ندير. اولا فين مسجله مثلا هاد العدد هذا اللي وصلنا؟ مثلا حنا غادي نسجلوا واحد البوزيسيون اللي هي مثلا 13 تطق وقت العدد تسجلات 13 فين تسجلات؟ دوي تسجلات في لون بلاسمون 1 في الميموار كيبان تما رقم واحد، ولكن في لا رياليتي فين تسجلات؟ تسجلات في لي بروم اين ادريس في الادريس 00 اي ادريس 01. 00 تسجلات فيها طونك في الميموار 1 دونك تسجلات في 0001. 00 تسجلات فيها الا اللي هي الوحدات ا ناقص 48 لان الا كيكون فيها الكوداسكي ياك ديال الرقم دونك كنقصوا ديك 48 باش تبقى لنا غير رقم مجرد من الكوداسكي. مثلا الا كان 0 فيه خص تافيشي لنا 0 دونك خص يكون فيها 48، واحد خص يكون فيها 49 دونك غادي نحيدوا منها 48 باش تبقى اما 0 يا واحد، مابقاش لنا 48 49 50 مابقاش العدد كبير عدد ضخم. دونك الا كيكون فيها الا 00 فيها الا و 01 فيها البي مزيان. الا شنو هي؟ هي الوحدات والبي العشرات مزيان. دونك الا بغينا نجبدو اولا شنو خصنا نديرو؟ خص الموطور يمشي تاع يوصل لديك 18 ويوقف. 18 فين كاينه؟ كاينه في 00 01 ديال لي برو. كاين 8
في الزيرو زيرو وكاين الواحد في الزيرو. شنو اول حاجه خصني ندير الا باكس على هذه البطونه؟ اول حاجه خصو يديرها خصو يجبد لينا هذيك لا كاز دو ميموار، ياك خصو يجبد لينا داكشي اللي كاين في الزيرو في الزيرو زيرو ان. هي ممكن نخدمو ديريكتومون ولكن كنا نجبدوها احسن نجبدوها. كيفاش غادي نديكلاري بعدا واحد لا فاريابل الفوق، ياك غادي نسميها مثلا ا بي بي ميم ان، سميها كيف ما بغيتي داكوغ. فاريابل شار فيها 8 بيت. وغادي نجي هنايا شنو غادي ندير انا؟ هاد الفاريابل غادي نحط فيها عاوتاني داك الرقم اللي كاين في لي بروم، يا كاين 18 في لي بروم، جوج على 8 في الأ في 008 وواحد في 01. غادي نهز ديك 8 والواحد وخصني نحطها 18 في سميتو في الاب ميم، يعني ندير ا بي بي ميم ان تساوي، يعني غادي تساوي شنو؟ غادي نحط فيها شي حاجه. شنو نحط فيها؟ نحط فيها لو كونتوني ديال لي بوم. شنا باش كنا شنا لو كور ديال لو اي بوم ديال البيك، شنا كيفاش نكتبو كيفاش نقرا، وشنا هاد لا كوموند ديال اللي خاصه باش كتقرا. الى شفنا الهيب او اي بوم كنا شنا هاد لا كوموند غادي نشوف ها رايت رايت وكشنا رايت وشنا شنا ريد. دونك غادي نشوفو اليوم ريد هي هادي كوبي حطنا باست. دونك هادي هي لا كوموند ديال ريد من لي بروم. كتكتب او اي بروم تيغي ديال الويت ريد، وكتكتب ما بين هاد القوسين خصك تكتب لادريس اللي بغيتي تقرا. دابا هنا اللي ولدنا زيرو اش كيقول لك هنا؟ يو كتحط في هاد لا فاريابل اب ميم ان هتحط فيها لو كونتوني ديال لي بروم ديال لادريس 00 بليكزاديسيمال 0x 0x ديال ليكزاديسيمال 00 بليكزاديسيمال شي شنا بالكور ديال او اي بروم. ما غاديش نعاودو صافي. دونك شحال كاينه في 00؟ قلنا سيبوزون عندنا 18 جنا في لومبلاسمون 1 ديال الميموار. يعني في 00 شنو كاين فيها؟ كاين لو كونتوني ديال الأ، والأ شنو هو؟ والوحدات ديال سميتو ديال هذاك العداد. الوحدات 18 الوحدات ديال هي 8. دونك 00 فيها 8 01 فيها 1. دونك او اي بوم ريد 00 يعني وليت يعني 00 فيها 8 تولي اب ميم فيها 8، ولكن انا بغيت يكون فيها 8، بغيت يكون 18 كامله تحط في الاب ميم باش تقرا لينا سميتو لو كونتوني ديال لي بوم. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نزيدو هذيك ديال 01 ديال بي. دونك هذه الوحدات ماشي مشكل. الا بغينا نزيدو نقراو ديال 01 شنو خصنا؟ بلس نفس هذه. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نشرح نفس هذه 01 شنو ندير دابا؟ دابا بلاتي دابا ماشي هو داكشي لو كود بيان سور لو كود باقي ما كامش. دابا شنو شحال في 00 فيها 8 و 01 فيها 1؟ الا درتي بحال هكا تولي 8 زائد 1 هي 9. ما خصش يكون بحال هكا. شنو خص يكون؟ 8 الوحدات ولكن الواحد راه العشرات. اذا شنو خصني ندير؟ شنو غادي ندير؟ غادي نفتح قوس بيان سور هادشي سي دي ماتيماتيك ولكن راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. العشرات خصني نضاف في 10. دابا مزيان. دابا شحال عندنا في 01؟ عندنا واحد، واحد في 10 هي 10، 10 زائد 8 هي 18. فهمة؟ دونك كتبان ليا ان المسألة واضحة. السلام ورحمة الله وبركاته. دونك هكا تعبير مزيان. كاين ولا ما كايناش؟ دابا هو داكشي مزيان دابا، ولكن دابا الإشكال فين كاين؟ إشكال هادي قرينا غير لادريس 0001 اللي مرتبطة بالميم 1 في لومبلاسمون 1، وإلا بغينا الميم 2
خصنا 0.2 هنا و 0.3 هنا. و الى بغينا ميم 3 خصنا 0.4 هنا و 0.5 هنا. داكور، يعني حنا في نفس المشكل ديال السيمانه الفايته ديال الدرس 12 ديال الرايت ديال لي بوين، وحليناها بهاد ليكسبريسيون اللي درناه، زائد لادريس زائد دو فوا ميم موا. نفس داكشي اللي غادي نديرو هنا، غادي نديرو لادريس 0 وهنا 0.1 باش يمكننا نخدمو كاع لي بوز لي ميم لي زونبلاسمون دو ميموار اللي كاينين. غادي نديرو زائد وغادي نزيدو هاد ليكسبريسيون هادا. داكشي اللي درناه في الرايت غادي نديرو في الريد صافي. غادي نزيد عاوتاني هنايا تيشوف بعدا هاد الاقواس واش هما هادوك. نزيد واحد القوس هنايا، ثلاثة هما ثلاثة، هنا ثلاثة، خصت هنا واحد اخر. صافي سيرو، دونك مفهومة. دونك هاد ليكسبريسيون لي زدتو غير باش داكشي لي بحال لي زدنا في الحصة الفايتة ديال، باش إلا كان مثلا في لومبلاسمون أن دو ميموار كتولي أن موا أن إيكال زيرو، زيرو فوا دو زيرو، كيولينا زيرو زيرو و زيرو أن. لومبلاسمون دو دو ميموار دو موا كتولي في الفاريابل ميم فيها جوج، جوج موا أن هي أن، أن فوا دو هي دو، 2 زائد 0 0 هي 0.2 و 2 زائد 0.1 هي 0.3 تولينا 0.2 0.3 ميم ايغال 3 3 موان 1 هي 2 2 فوا 2 هي 4 تولينا 4 وهنا 5 6 7 8 9 انسي دو سويت. داكور، دونك احنا دابا شنو درنا بهاد هاد السطر هذا، شدينا لو كونتوني ديال لي بوم ياك كيك سوسوا فين فين اصلا حنا مسيليكسيون الميم ان ولا دو تاع النف، حطيناها في الاب ميم ان فاريابل. ولاتنا دابا هنا في الاب ميم ان شنو فيها، فيها 18 مزيان. دابا شنو غادي نديرو، غادي نكري واحد الفاريابل وحده اخرى غادي نسميوها مثلا، مثلا تسميها كيف ما بغيتي، شنو انت السميه اللي عجبتك، غنسميها اب ميم 2. غادي تبعوني وتشوفوني شنو غادي ندير، انا علاش كندير هادشي. اب ميم 2 شنو غادي ندير فيها، تا هي فاريابل او تبيت 2 ايغال هادي، غادي نحط فيها البوزيسيون اللي كاينه دابا فين كاين الموتور دابا. نعطيك مثال انا نفهمك، دابا قلنا شحال من موازين 18، دابا غادي نطلع لا باردون 14 يمكن، دابا فين كاين دابا تميمويزات 14 لي بوم، هزيناها وحطيناها في اب اب ميم 1 حطينا شحال 14. دابا الموطور حركناه ولا في 29 ياك، غادي نهزو ديك الاب ميم 2 نحطو فيها هاد البوزيسيون اكتويال ديال الموطور اللي هي 29. داكور، دونك غادي نمشيو دابا ونحطو فيها في لا سيمولاسيون، وغادي نحطو فيها كيفاش نحط كنديرو ليها سهله. شحال الوحدات ديك 29 اللي عندنا، 9 ديال A و 2 ديال B ياك. اذا A هو الوحدة، تنديرو A زائد B، لا زائد 10 فوا B، 10 فوا B فهم. يعني الا كانت 29 اشحال فيها، فيها 9 وبي شحال فيها، فيها جوج. اذا اب ميم 2 غادي نديرو ا هي 9 زائد باردون زائد 10 فوا بي اللي هي 2 فوا 10 هي 20، 20 زائد 9 هي 29. دونك اب ميم 2 هي البوزيسيون اللي كاين فيها الموطور دابا فين خلينا الموطور واقف، و اب ميم 1
هي هي البوزيسيون اللي كان فيها الموتور باش جناه في الميم في في, في, في اي امبلاسمون دو ميموار ميم ان ولا ميم دو. لك دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي ندير لا كومباريزون ما بين اب ميم ان و اب ميم دو. كي عندنا جوج حالات تبع معايا مزيان باش تفهم. سيبوجون سجلتي النايل 7 وكان الموتور في 15 ياك سجلتي في لومبلاسمون 1 يعني لومبلاسمون 1 ولات فيها 15 يعني 0-0 فيه 1 فيه 5 و 0-1 فيه 1 ومشيتي تا وصلتي 66 صافي سجلتي 15 في لومبلاسمون دو ميموار 1 ومشيتي بالموتور تا 66. دابا الوقت اللي غنبغي نقول ليه رجع ليا لومبلاسمون 1 شنو خصو يدير؟ خصو يبدا ينقص من 66 والموتور يدور في الاتجاه المعاكس وتيكي ينقص من 66 تيوصل 15 ويوقف الموتور يوقف والعداد يوقف. كاينه ولا ما كاينش؟ ها اش غادي ندير؟ شديت اب ميم 1 وسجلت فيها ديك ال 15 اللي عندي في لي بون وشديت 66 سجلتها في الاب ميم 2 وغادي ندير لا كومباريزون. كاين عندي جوج حالات، اما اب ميم 1 صغير من اب ميم 2 اللي هي الحاله اللي عندنا دابا 15 صغير من 66، اما اب ميم 1 كبر من اب ميم 2 وهي اللي ما كاينش دابا. يعني مثلا عندنا 15 الموطور هبط حتى ل 4 ولا 4 اقل من 15، اما غادي يكون البوزيسيون اكطويل ديال الموطور ديال دابا كبر من الميموريزاسيون اللي كانت او صغر منها. الا كان كبر 66 دابا كاين 66 واحد نسجل 15 شنو خصني ندير؟ خصني نبدا ننزل من 66 حتى ل 15 والموطور كيدور في الاتجاه المناسب ويوقف في 15. و الا كان صغر خصني نطلع كان 4 مثلا خصني بقيت له 5 6 7 يوصل 15 ويوقف. اذا عندي جوج حالات تساوي ما ندخلهاش لان تساوي خصو يوقف الموتور، انا يعني خصني نوصل تساوي خصهم يتساواو بيناتهم اب ميم 1 تساوي اب ميم 2. نتمنى تكون فهمتوا. دابا شنو غادي ندير؟ غندير ان تيست، ان تيست دو كومباريزون انتر لي دو فاريابل. كي غادي ندير؟ شوف مزيان شنو غادي ندير. اف انا جبتها من هنا باش نتي غادي ندير وايل ماشي اف. علاش وايل؟ طونك وايل طونك طونك اب ميم 1 اكبر من اب ميم 2 يعني هذا الرقم اللي في الميموار كبر من الرقم اللي كاين دابا اكطويال مثلا 15 هو اللي ميموريزينا والرقم اللي كاين دابا اكطويال مون في الموطور هو 4 كي افيشن ال سي دي هو 4 ياك. طونك اب ميم 1 كبر من اب ميم 2 غادي دير شي حاجه هنا فين غادي ندور الموطور وما نوقفو حتى يتقادو فهمتي؟ يبقى يدور يدور يبقى يتزاد العداد حتى يتقاد. اب ميم 1 كتساوي اب ميم 2 ديك الساعه الكونديسيون ما بقاتش غادي يخرج لنا من هذا البوكل وايل. وعندنا البوكل وايل الثانيه اللي غتكون شنو؟ غتكون طونك بحال هنيت طونك وايل اب ميم 1 صغر من اب ميم 2 فهمتوا دابا؟ دونك عندنا جوج حوايج طونك اب ميم 1 كبر من اب ميم 2 غتبقى تطلع 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 الموطور حتى يوصل يتقادو وتخرج. طونك اب ميم 1 صغير من اب ميم 2 غتبقى دور الموطور تهبطو حتى يتقادو وتخرج من البوكل واي وتخرج من كل شيء كاع داكوغ. دونك دابا شنو غادي نديرو الا كان اب ميم 1 كبر من اب ميم 2؟ يعني سيبوزو عندنا هنا 14 وعندنا هنا 4 هاد الحالة انا نحاول نصاوبوها دابا 13 مثلا ياك نسجلو 13 هنا سجلنا مزيان غادي ننزلو هاد المرة حنا دابا في 3 دابا شنو خص الموطور يطلع من 3 حتى 13 ويدور في اتجاه المناسب والعداد يبقى طالع طالع حتى 13 ويوقف الموطور. غادي نبكى على هادي ها دابا في الميم 1 شجنا الميم 1 مزيان دابا خصني ندير لابيل ديال الميم 1 نعيط عليها غنعيط عليها نيت بهاد البوطون نيت. دونك اش خصني ندير؟
غادي ناخذ هادشي النيت اللي كان. اشنو خصني ندير؟ بغيتي تتبع معايا مزيان. خصني نطلع الموتور، الموتور خصو يطلع، خص العداد يكبر بحال هكا، يبقى غادي العداد كيتزاد. والعداد كيتزاد شنو خاص؟ اغ ا 0 ايغال 1 و اغ ا 1 ايغال 1 0، يعني 0 1 0. العداد يطلع كنعطيو هنا 1 وهنا 0 في الاغ ا 0 1 والاغ ا 1 هي 0. يعني بحال هكا تبك على الاغ بي 6، بحال هكا نبك على الاغ بي 6. فهمتي؟ نفس البروسيدور، ماشي الاغ بي 7، الاغ بي 7 كتنزل العداد والاغ بي 6 كتطلع العداد. دي بحال هكا نبك على الاغ بي 6. اذا شنو خصني ندير باش نقلب على الاغ بي 6؟ شنو فيها ها الاغ بي 6؟ ها شنو كيوقع الا بكنا على الاغ بي 6؟ ها الواليل ديالها. غادي نهز هادشي اللي كاين هنا، ياك، ندير لي كوبي ونجي لهنا ونحطو. يعني طونك اب ميم 1 كبر من اب ميم 2، بحال باك على الاغ بي 6، بحال باك على ديك البوطونه، بحال كدور الموطور كتطلعو صافي. بلا ما نشرحو هادشي اللي كاين وسط، علاش؟ لان هادشي شرحناه في الدرس الاول بالتفصيل الممل، كاينه ولا ما كايناش؟ داكوغ. اذا القضيه راه باينه، نجربو نشوفو واش كاين هادشي بصح، واش خدام ولا ما خدامش. بيان سور باقي ما خدامش، ها، ولكن غنشوفو شنو غادي يوقع. غادي نمشيو نديرو لا سيميلاسيون. دابا نوقفو هادشي ونعاودو، نعاودو اسيدي، نختارو واحد الرقم نسجلوه 14، مزيان، نسجلوه في الميم 1. سجلتو، دابا ستوب كاين في 14. دابا غنزل جوج، دابا خصني لاباك ندير لابيل، خصني يطلع حتى ل 14 ويدور الموطور في الاتجاه المناسب. غنباك على هادي ميم 1، خصني نباك عليها. اشنو خصو؟ العداد يبدا يطلع حتى يوصل ل 14 ويوقف، ما كيطلع والو. ويلي ما كاين حتى حاجه. شنو في نظركم شنو المشكل؟ دابا بلاتي هدا عليا وجلس وخمم معايا مزيان، نلقاو الكود وحده بوحده. دخلنا للوايل، قال لك اسيدي اف اب ميم 1 كبر من اب ميم 2، هي الحاله اللي عندنا حنا دابا. اب ميم 1 عندنا كتساوي 14، اب ميم 2 فيها جوج، يعني خصنا نبقى نطلعوا من جوج، يعني خصنا اب ميم 2 تولي فيها 3 4. اش غادي دير؟ غادي تزيد، غادي دير في يعني دوار الموتور، هادي باينه كدور الموتور، كيدو ا غوش كي افيشي غوش في ال سي دي، كتزيد ال ا بلس بلس. بلاتي غادي نجيو هنا ندير واحد الكومونتير باش نتبعو شنو كنديرو. بلاتي اشحال عندنا؟ بلاتي لا غنديرو كومونتير هنا باش نعرف واش حكا تساوي هادي. اب ميم 1 كتساوي 14، وغادي نزيدو هنا وغادي نشوف واش حكا تساوي لنا. اب ميم 2 كتساوي لنا جوج. شنو خصنا حنا؟ خصنا تبقى تطلع من جوج حتى ل 14 وتوقف. دورنا الموتور، غندور الموتور مزيان، افيشيو غوش مزيان، غادي نزيدو ا بار 2 بار 1 وديلاي 1000 ملي سكوند. اشحال فيها؟ فيها جوج. شحال يولي فيها؟ يولي فيها 3. فيها جوج يولي فيها 3. من بعد اف افيشي لنا ال ا، افيشي لنا ال بي، غادي يدور عاوتاني، غادي يلقى باقي نفس الكونديسيون. يعني شنو خصنا حنا هنا؟ خصنا دائما نبقاو نتيستيو هاد الكونديسيون، لان دابا اراد تغيرات مابقاش فيها جوج، ولات فيها 3. فهموا ولا ما فهموش؟ يعني خصني هاد الكونديسيون هذا ديما نبقى نتيستيه. انا غادي نشرح لكم، نحط التيست، يعني ديما خصني نحط هاد لا كوموند هنا. بالك هادي خصني نحطها وسط البوكل عاوتاني. علاش؟ انا غادي نشرح، شوفوا بعدا هادشي واش هو هذاك ولا لا. علاش؟ باش بعدا هادشي، بعدا كاين واحد الغلط انا عاد فكرت، سمحوا لي.
صح اللي ما يساهم ما ينام. كان واحد الغلط هنا يقدر يكون شي واحد فيكم متفاعل. دابا انا عاد انتبهت الغلط هو انه اب ميم دو باش كنحطو فيها الا غلط. الارا بالكوداسكي خصنا نقصو ديك 48. دابا عاد شفت انايا شي باش حيت هنا الا فيها الكوداسكي. الكوداسكي ديال دو هو 50 ياك الا فيها 50 باش يمكن نصافي شنو دو. دونك كنديو 50 ناقص 48 هي 2. دونك حتى البي لا ميم شوز. اسمحوا لي هادي نسيتها كتجي مع تراتبيه في الدرس باش ما تلفوش لان المساله شويه سي دي لا دي بوغا دي لا بروغراماسيون شويه قضيه شويه كتلف الى. دونك اسمحوا لي انا نعاود نشرحها. الا فيها في هذه الحاله ديال جوج الا فيها 50 والبي فيها 0 دونك فيها بي في بي فيها 48. دونك انا غادي نرجع الاب ميم 2 ما خصيش يكون فيها داكشي عدد كبير حيت اب ميم 1 هي فيها ما خدمناش بالكوداسكي. دونك هنا ما نخدمش بالكوداسكي دونك غنقصو 48. علاش ما خدمناش بالكوداسكي بالاب ميم 1؟ لان لي بوم اصلا سجلنا ماشي بالكوداسكي والدليل هو ها هو رايت ا موان 48 بي موان 48. الا سجلنا بالكوداسكي غادي يكون بشكل اخر. لان علاش سجلنا بالكوداسكي ولي القضيه تولي صعيبه ما خصناش نديكلاريو الفاريابل الشعر خصنا نديكلاريو انت لانها تولي بي فيها مثلا 50 ضرب في 10 تولي 500 قضيه ما خداماش. يكون احسن نخدمو غير بالاعداد العاديين. نتمنى تكون فهمتوا هذه المساله هذه. المهم دابا غادي نشوفوا شنو غادي يوقع لان قبيله ما كانش نشوفوا شنو غادي يوقع بلاتي نعاودو عاوتاني لا بروسيدور. غادي نطلعوا تنصلوا 14 نسجلوا سجلناه في الميموار مزيان. غادي نهبطوا دابا حتى الاربعة. دابا خصنا الباكنا خصو يبدا يطلع نعاودو نباكو يبدا يطلع حتى ال 14 ويوقف. دونك ما كاين والو. دونك هنا غادي نشوفو لا كومباريزون اللي هضرنا عليها. يعني غادي نهزو هاد لا لين كاملة غادي نحطوها على دونك او ميم طون كتخدم بورت ا ايغال. يعني كتدور الموتور كتافيشي غوش كتانكريمونتي ال ا كدير لا لو تيست. يعني هذيك التيست شنا هادشي هذا اف هذا شنا في الطاس الاولاني كتيستي. علاش؟ لان لا دزتي ا بار 1 كتولي فيها 3 كتولي عاوتاني تحط اب ميم 2 تحط فيها عاوتاني 3 مابقاش فيها 2 يولي فيها 3. اش حطينا هادي هنا عاود لونسي تيست 14 كبر من 3 عاود تجي هنا تولي تحط فيها 4 14 كبر من 4 وهكذا. نشوف دابا واش يخدم هادشي ولا لا. خاصو يخدم اون اسبيرون يخدم ما يسخسخناش. دونك 16 نسجلو 16 اوكي نهبط. مخدمش بغيت نشوف علاش مخدمش. دونك لقيت المشكل فين كاين. خصكم تنتبهوا لان الا درتي بوجي اوبن بوجي هذاك البوجي اللي خدام فيه هو اللي خدام فيه انت. تقدر تفتح شي بوجي اخر مثلا بحال هكا اوبن تفتح بوجي عادي ولكن باش كتكومبيلي ما كتكومبيليش هذاك البوجي ديالك. المهم هذا تقدر ما تفهمهاش ولكن من بعد باش تطيح فيها عاد تفهم. يعني كتكون كتكومبيلي ولكن كتكومبيليش هذا البروجي اللي انت كتسجل كتبدل فيه كتكومبيلي ان اوتر بروجي داكور. باش عرفت انا عرفت غير بهاد يوزيد رام وروم عرفت ان البروجي اللي كنكومبيلي ماشي هو البروجي ديالي داكور. ما عليناش دابا حنا شنو قلنا زدنا لا كومباريزون زدنا داك لو كونتوني ديال بحال الباكين البوطون ديال ار بي ار ا جو كرو بلاتي هادي ار بي 6 بحال باكين عليها وزدنا واحد لا كومباريزون وزدنا واحد هاد لا لين ديال اب ميم 2 زدنا وسط داكشي اللي ديال الوايل الوايل ديال لا كومباريزون داكور. دونك اشنو غادي يوقع دابا؟ دابا نورمالمون كتخدم الموتور كتزيد ال ال سي دي كتيست كتزيد ا بلس بلس كتعاوتاني تعمر الاب ميم 2 بلو كونتوني ديال ا و بي كتافيشي الا و بي
وكدير لا كومباريزون كتعاود البوكل من الاول شوف شنو غادي يوقع. دونك غادي نمشيو 14 سجلوها اوكي سجلات غادي نهبطو 5 4 نلونسيو لابيل بلا كيطلع 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 4 14 وقف ولكن الموطو ما وقفش لاحظتو كاين ديفو علاش الموطو ما وقفش علاش 14 وقفت اولا باش وقف 14 لانه بقى كيتيستي 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 كتزاد في الأ كتزاد في الأ حتى وصلت الأ فيها 4 والب فيها 1 ولات لنا اب ميم 2 فيها 14 واب ميم 1 فيها 14 باش داز دار لو تيست عاوتاني لقى 14 كتساوي 14 ماشي اب ميم 1 كبر من اب ميم 2 ولات اب ميم 1 كتساوي اب ميم 2 اذا خرج من البوكل باش خرج من البوكل فين مشى ها هو خرج من هنا فين مشى جي لهنا ياك خرجت هادي ديما خداماش رجع لهنا رجع لهنا سالها ولا هنا هادي شنو يعني بقى في هاد الوايل لان فين كاين هاد البوكل فين كاينه هاد البوكل هادي كاينه وسط هاد الاف وهاد الاف كاينه فين كاينه وسط هاد الاف الاخرى ديال A port A point B3 وهادي فين كاينه كاينه وسط هاد الوايل T إيكال إيكال 1 ويلا بغيت نخرجو شنو خصني ندير كيف ما خرجتو هنايا في هاد الوقت اللي كنسجلو باش كنخرجو باش T إيكال 0 باش الوقت اللي خرج من هاد الإف ديال لو تيست ديال port A point B3 كتولي T إيكال 0 كيولي الوايل ما بقاتش هاد لا كونديسيون خدامه ولا تي فيها زيرو لان حنا باش خرجنا هنا باقا تي ايغال 1 دونك كيبقى المبلوكي لينا هنا قدر ما تفهمش ولكن الا حاولت تطبق غادي تفهم هنا كي خصك تطبق دونك خصني نزيد ليه ببساطه تي ايغال 0 باش الا خرج من هاد البوكل هاي خرجت من هاد الوايل باش يرجع البوكل برينسيبال فور فهمتي دونك غادي نديو تي ايغال 0 الى خرج منها شنو في كيمشي كيرجع هنا هنا كيرجع هنا اش كيدير كي افيشي ستوب في الاس دي كي بورت ا ايغال 0 يعني كيوقف الموطور بورت ا لو لا في 0 الموطور كيوقف صافي دونك هادشي اللي خصنا نزيدو نسيو لا كومبيلاسيون ونشوفو دابا كي خدام ماشي هنا واحد بيان سور كي تقدر تقرا شي 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 حويجات بحال مثلا دابا باش بكت على هاد البطونه بقى كيطلع هادي يمكن لك تتجاوزها انت بنفسك دابا الا فهمتي مزيان ماشي بحال دابا هادشي دي موفي كونتاكت خصك تيفيتيه ممكن سي فاسيل. المهم دابا غادي ندور الموتور 16 غنسجلو 16 في الميم 1 سجلناه داكوغ دابا غنهبطو حتى لخمسة غادي نلونسيو عاوتاني غادي يبدا يطلع حتى لخمسة 16 ويوقف 16 ستوب والموطور وقف مزيان مزيان دابا خدامة دابا نشوفو العكس يعني إلا كانت أب ميم 1 صغر من أب ميم 2 مثلا شجنا 15 والبوزيسيون اللي كاينة أكتويال دابا هي 30 خصو يبدا ينزل يعني شنو خصنا باش نقلبو على البوطونة اللي كتنزل شنو هي البوطونة اللي كتنزل هي هادي هادي شنو هي ال ار بي 6 7 شوفوا لو كونتوني ديال بحال اللي درنا الاولى ار بي 7 ها هي هزوا لو كونتوني ديالها ديو كوبي حطوه هنا ولكن ديو كيما درنا القبيله دونك داكشي اللي درنا غادي نعاودوه عاوتاني داكشي اللي درنا غادي نعاودوه بيان سور غادي نديرو عاوتاني لو تيست اتونسيون سميتو ماشي لو تيست ولكن تعاوتاني تعمر اب ميم 2 تعمر بالا او بي ياك ونديرو تي ايكال 0 في الاخر تي ايكال 0 باش يمكننا الى سالا يخرج صافي شوفو دابا شنو غادي يوقع اظن دابا خص يكون كلشي مقاد
نجربوا. ودابا تبع معايا في التجربه مزيان. غادي نطلعوا بالموتور، وصلنا مثلا نايسات 24، نسجلوها بكل هاد البوطونه. فين بغيت تسجلو؟ ميموار 1 واخا طق، هي تسجلات. دابا غادي نطلعوا، دابا غادي نديو لابيل في الميموار 1 طق، خصو يرجع فين بلاصه اللي سجلناه 24. مزيان، ها هو رجع. وغنهبط عاوتاني الموطور، عاوتاني باكون نعطيو لابيل ديالها، خصو يطلع 24 عاوتاني وقف، والو وقف 24. مزيان، لو كان هبطو عاوتاني عاوتاني وهاي طلعنا 24. غنمشيو نطلعو عاوتاني، تاع 60 70 80، عاوتاني نديرو لابيل، غير رجع 24، رجع لبلاصتو. داكور، غنزيدو حنا كاع، نزيدو عاوتاني شوية، شتي شتي خدام مزيان ولا لا. دابا عقلو، ميموار ان شوف فيها تاع 24، غنطلعو دابا 35، 35 نسجلوها في الميم دو، في الميم دو، طق، سجلناها، مزيان، ميم ان في 24، ميم دو في 35. دابا غادي نمشيو 55، فين بغيت نرجع؟ الميم ان ولا الميم دو؟ نرجعو الميم ان، 24، طق، رجع سيدي 24، مزيان. هو دابا، دابا غادي نمشيو سيدي الميم دو، ياك 24 كاينة، وطلع سيدي 35، مزيان، رجع عاوتاني 24. كاينش الصوت، كاين الصوت. إذن كما قلنا، الميم ان فيها 24 والميم دو فيها 35. أنا غادي نهبط مثلا بلاتي، طلعت شوية لحق هبط، درت الجهة الأخرى البابون، دورتو في الجهة الأخرى، وصلت حتى الحد ديالو تقريبا جوج، يعني الطق. بغي نطلع الميم دو، ميم دو فيها هي 35، نعاود كليكي أيبقى طلعت 35 ونوقف، مزيان. وعاوتاني بغيت الميم ان، ندير الطق، طق 24 ونوقف، مزيان. يمكن لي نزيد كاع ميم 3، 43، طق، ميموريزي، اوكي، مزيان. ونشوفو دابا عاوتاني، نمشيو نتساهاو شوية، ندورو لهنا، نمشيو نرجعو لميم، ميم 2، باردون، هي 35، مزيان. عاوتاني نمشيو لابيل، نديرو الميم 3، اللي هي قلنا شحال، كتعقل، 43، مزيان. عاوتاني نمشيو لميم 1، هي 24، وهكذا. أنت سجلتي الأقمار كاملين، كيك سجلت 9 ديال الأقمار، أسدي يمكن لك دير حتى 100، شوف على حسب سميتو البيك ديالك. دابا دونك هذا هو غير واحد القضية، لاحظوا معايا، هنا إلا كتبت هنا ما هزيتش، ما هزيتش كاملة هاد التسجيلاتي، ها نشوف هاد الجاي، إلا لاحظتو لي لاحظ بعد ديال كي دقيق في الملاحظة، راه ما درتش كوش، ما هزيتش كاملة، درت غير الجاي، حيدت هادي، علاش؟ إلا درت لاكومبيلاسيون بحال هكا شنو غادي يعطيني؟ نوت إناف رام، يعني الرام عمرات ديال البيك ديالي، الرام عمرات، الرام فيها مثلا 256، ما عرفتش شحال فيها، المهم شنا هاديك المرة، دونك عمرات، ميموار رام ديال البيك عمرات، ماشي الميموار ديال 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 البروغرام، ولكن الميموار رام. فهاد الحالة هاد ال سي دي اوت، خصكم تعرفوا أن هاد لا كوموند ال سي دي اوت، اوت بالضبط، هاد الاوت هادي لا كوموند اللي فيها ال سي دي اوت، وكتكتب هادشي اللي كاين كيتحط ديغ، سميتو هادشي اللي كاين ديريكتومون كيتحط في ال سي دي، كتاخد بزاف في الميموار رام، بيان سيغ رام كتاخد فيها لي شار، دوك لي فاريابل،
ولكن هاد لا كوموند راه كتاخد بزاف. شو داكشي علاش انا شديت واحد تشوف وديت فيها غجي وديت فيها انتما لاحظتوا شو غادي ندير بقى لا ميم شوز نقصت هادي ودي غير باش نضيف لكم معلومه 98% من الرام شتو 98% الا جبت غير اي هنا مية في المية من لارا شتي غادي يخدا 2% وزيد واحد اخوة يعطيك مبقاش الميموار عمرات الميموار عمرات شتو غادي نقص ندير غير حرف واحد دي وجي ولا 90% 10% نقصات دونك هاد لا كوموند هادي ال سي دي اوت كتاخد من لارام بزاف. هاد الحالة شنو غادي ديري لك الى عندك ضروري ما خصك تكتب وعندك الميمو على قد الحال لان هاد البيك عنده الرام ديالو قليلة فهاد الحالة خصك انت تبدع ديك لا كوموند ديال ال سي دي سي اش ار ما كتاخدش من الرام بزاف ال سي دي اوت كتاخد في الرام بزاف. ايوا هنا فكر شنو غادي دير انا خليك انت تفكر شنو غادي دير داكوغ. ممكن انك مثلا دابا غا بين قوسين بغيت نكتب هشام يمكن لي ندير ال سي دي اوت وندير هشام هشام تاخذ ليا في 6 6 ديال الكاركتير تاخذ بزاف الميموار ياك. الا بغيت نقص ما تاخذش بزاف نقدر ندير سي ال سي دي سي اش ار وندير واحد لا فاريابل ا وديك الفاريابل شنو ندير فيها ا نحط فيها الكود اسكي ديال اش ونطبق هاد لا كوموند ونعاود نحط فيها لوكود اسكي ديال اي ونطبق هاد لا كوموند ونعاود نحط فيها لوكود اسكي ديال سي ونطبق هاد لا كوموند وهكذا وذلك وندير بوكل بحيث هاد لا كوموند تعاود غير مره واحده ال سي دي سي اش ار وتعاود 6 المرات البوكل فيها 6 المرات الدور وكل مره ال ا غادي تكون فيها واحد الكاركتير ديال داك الحرف. دونك بحال هاد الطريقه يمكننا نغيدوي من ديك العام ديالنا تاخذ شناف الا كانت عندنا لارام قليله داكو هما ما داري اشياء كتبان مع لا بروغراماسيون. دونك هذا هو واحد القضيه خصني نمشي ليها في الاخر هو انه بور كوموندي ا مونتو ا كور اون كونتينيو با فورسيمون انك خصك تخدم لي رولي لي رولي كنخدمهم الا كان عندنا داك الموتو ا كور اون كونتينيو كيحتاج واحد الكورون كبير واحد لاتونسيون كبيره بحال الموتو ديال بارابول. الموتو ديال بارابول كيخدم ب 36 فولت نتيب كدو 20 فولت دونك هذاك باش تخدمو من ترانزيستور مثلا سي ديفيسيل ترانزيستور ما غاديش يستحمل داك الكورون اللي كيدوز فيه غادي يسخن دغيا وغادي يضحك. دونك كدير رولي رولي هو اللي كيكون معزول كومبليتمون ايزولي ولكن كاين مثلا دوك لي جوي ديال الدار الصغار مثلا كتلقى فيه واحد الموتور صغير هو حتى هو كورون كونتينيو ما كيطلبش واحد الكورون كبير. هاد الحاله ما كتلقاش لي غولي فيه كتلقى غير لي ترانزيستور ديرين 4 ديال لي ترانزيستور بور كوموندي لو موتور في لي دو سونس داكور. وغادي نخلي لكم نتوما كيفاش تفكروا انك دير بلا ما دير لي هاد لي سميتو هاد لي غولي دير 4 ديال لي ترانزيستور وتكوموندي الموتور في لي دو سونس و فيا بيان سور دو بات عاوتاني لا ميم شوز ولكن الا درتيها في هاد الحاله غادي تغير تحكوا دوك لي ترانزيستور. دونك في ديك الحاله كيكون الموتور صغير ما كيدومونديش كورون بزاف داك الكورون اللي كيدوز هو كيخدم غير ب 5 فولت داك الكورون اللي كيدوز ترانزيستور ما كيحرقوش ما كيوقع ليه حتى شي مشكل داكوغ. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس لان الدرس تتم الثالثه التجربه اللي درناها. دابا عرفنا الميكرو كونترولور كيفاش نخدموا ال سي دي كيفاش ندوروا الموتور كيفاش نخدموا لي زافيشور سات سيغمون عرفنا نخدمو لي زانتيروسيون خدمنا لو تايمر خدمنا لونتري سورتي خدمنا شنو درنا عاوتاني لي بوم يعني تقريبا هاد الميكرو كونترولور حطنا به 90% مبقاش شي حاجه قليل بزاف هو فيه مبقاش شي حاجه صافي تقريبا احطنا به. اش بقى لينا الحصه الجايه ان شاء الله غادي نخدمو بقى لينا بيان سور واحد الحاجه مهمه هي كومون رياليزي هاد لو بروجي
لي اي بروجي درناه كيفاش دابا درنا كتبنا لو كود درنا لا سيمولاسيون ها هي الشيما قدامنا كيفاش نديوها في الواقع كيفاش اولا داك لو بروغرام اللي حطيناه كيفاش نحطوه في سيكوي في لا رياليتي ها الاولى وثانيا كيفاش نصاوبو لو بروجي يخدم لينا هادي غادي نديو حصه خاصه بها ان شاء الله لكن الحصه الجايه غادي نزيد واحد الحاجه اخرى اللي هو كنا هضرنا لي موطو كاين موطو اكور اون كونتينيو كاين موطو با با دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على لي موطو با با لي موطو با با سون دي موتور اللي هما اسونسييل في لو دومين روبوتيك ضروري ما تكون كتفهم موطو با با كيفاش كوموندي الا بغيتي تصاوب شي حاجه الا بغيتي تصاوب روبون ولا بغا روبوتيك ولا اي حاجه موطو با با خصك كتميتريزي مزيان لان موطو با با هو اللي كيعطيك لا بريسيزيون نتي باغ كونتخ الموطو اكورون كونتينيو مافيش لا بريسيزيون شي حال با 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 كيدو با با خطوة بخطوة محرك خطوي دونك الحصة الجاية ان شاء الله غادي نشوفو لو موطو با با كيفاش كيخدم كيفاش غادي نخدموه من الميكرو كونترولور ديالنا داكوغ الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.